شيخ اياد الجبوري، اذا رحنا الى عدو فرز يدوي، كم الفضائح اللي راح تظهر امام الراي العام العراقي امام المقاعد اللي صارت بورصه؟ اذا الحكومه جاده فبالحفاظ على ماء الوجه، ويعني تحاول ان تنصف الجمهور وتنصف الشعب العراقي وتنصف انتفاضة تشرين، واللي هم راحوا ضحيتها أكثر من 700 شهيد و22 ألف جريح، ويقبلون بالواقع اللي موجود، خلي يوافقون على موضوع العدو الفرزي اليدوي بإشراف أممي أمام رؤساء الكتل والمراقبين والمراقبين الدوليين، ومقبولة النتائج سواء إذا كانت ربح أو خسارة. هذا الواقع الأساسي. احنا نتوقع، وطبعا بالمناسبة أضيف لك بالمعلومة، تفضل. وصلتني معلومة أمام الرأي العام، هم أقولها، في نينوى وفي صلاح الدين وفي كركوك قسم من الصناديق ترتبت وترتبت أوراقها وجهزت لما بعد، أنه إذا وضعوا موضوع الانتخابات توجهت إلى العدو الفرزي اليدوي. انا من هنا، لا لا، هاي خطيره بصلاح الدين. شو محضرين اذا رحنا العدو فرز يحرقون الصناديق، ايش يسوون بالنتائج الصحيحه اللي هي نفس النتائج؟ اي هاي معلومات مؤكده من اجهزه امنيه ومن قسم من المفوضين اللي موجودين، يعني موظفين بالمفوضيه. اولا خلي يغيرون كل الدوائر اللي موجوده من موظفين ويسوون عمليه تدوير بالموضوع. هاي نقطة مهمة. اثنين، أنا أطالب القضاء، لأنه المفوضية راح تقول لك إحنا القرار مو بدينا، القرار يم القضاء بعد الطعن. إحنا نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى الأخ فايق زيدان، ونطالب المحكمة الاتحادية بأنه تحفظ ماء وجه العراقيين وتحفظ دماهم وتحفظ هاي الناس اللي كانت تعول بموضوع الانتخابات المبكرة على أنه تجي ناس باختيار الشعب لكي تنصفهم من هذا البلاء اللي مر بينا. وأنا أذكر لك فيديو جنابك نزلته على مواقع التواصل الاجتماعي دكتور قصي، أي مال تهديد أبو ناحية المنصور يهدد. لا مو بس هاي، قبلها أي نزلت فيديو وقلت نعم. هنالك مقاعد تقريبا 120 الى 130 مقعد بورصة عمان استعرضت مبالغها واندفعت مبالغها لي قدام وانحسم موضوعها. فلذلك هذا قبل الانتخابات بيومين، صحيح. ورسل لي شخص قال لي علش متعبين نفسكم وحارجين الناس وحارجين العالم، ترى القضية مبيوعة لي قدام. قلنا له ما نعتقد احنا نعول على هذه الحكومة وعلى هذا الوضع أنه ينصف الناس وينصف البلد من الفساد اللي موجود. وتدري جنابك أستاذ إياد يعرف كل زين، وأنا متابع مقالاته ومتابع ما يكتبه، ودائما يعني الرجل محروق دمه مثل ما قسم من العراقيين محروق دمهم على بلدهم. اليوم إحنا إذا ما نهضنا بالعراق برجال الحقيقيين راح نطلع من قفة نطب بزنبيل. والواقع الأساسي مثل ما خلصنا وراحت دماء العراقيين وخلصنا من القاعدة، جابونا داعش اللي هي أسوأ، زين، وخسرت محافظاتنا كرامتها وخسرت ناسها وخسرت دماء وانخلطت دماء من أبناء الحشد وأبناء العشائر وراح الضحايا، والآن قسم كبير من شبابنا والجيل الجديد تربية النازحين ومشاريع الاستثمارية اللي استفادت منها قسم من القوى السياسية اللي موجودة. لذلك من خلال هذا البرنامج ومن خلال نعم. قناتكم ومن خلال فضائياتكم احنا نعول ونطلب من القضاء ان يقبل بموضوع ويتجه باتجاه العدو الفرزي اليدوي. جميل. ويقاطع الاستثمار. جميل يا شيخ. واكو بعد اذا تسمح. تفضل سريعا. اكو ويا المحطة
بتسجيل الاسماء اكو سجل، اكو سجل خاص بالاسماء ويوقع ويبصم. صح. يعني كل محطه بها قائمه مال اسماء تطابق الـ 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 الورقه اللي موجوده اللي تتخلى بالصندوق. زين، بالاضافه للشريط. هذني ثلاث نقاط مهمه. هسه ما معقول اخو يجيبون غير ناس يحطون بصمات هم يغيرون هذا الواقع. فلذلك الاتجاه الى العدو الفرز اليدوي هو مطلب جماهيري قبل ما يكون مطلب سياسي.